السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل لا أتكلم في أي شيء بطلب منك تسكر كل النوافذ الثانية اللي أنت مشغلها الحين. لو تفرج هذا على لابتوب، تفرج على آيباد ولا على جوالك ولا شيء، سكت كل اللي جنبك لأن الموضوع هذا خطير جدا. أوكي، جدا 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 خطير. ولا يحق لك كمواطن سعودي أو مواطنة سعودية تبغى تسمي نفسك متعلم إنك ما تعرف المواضيع هذه، لأنها أهم شيء في الاقتصاد حق بلدك وأهلك وعيالك وعيال عيالهم. بتكلم بسرعة ولازم انت اللي تكون مركز معي. اوكي، الموضوع هذا ممكن ياخذ ساعات، لكن انا بحاول اقصر قد ما اقدر اني احشر كذا فيديو صغير عشان تقدر تسمعه وتاخذ كل المعلومات بسرعة. اول شيء في الفيديو هذا بنقسمه الى ثلاثة اقسام. القسم الاول بيكون متى بيخلص النفط في السعودية، القسم الثاني بيكون الاقتصاد في السعودية بعد نفاذ البترول او بعد النفط بشكل عام، وبعدين القسم الثالث شوية فيزيائي عن الفيوجن اللي هو قاتل البترول. فإذا ما كان عندك خلفية في الفيزياء لا تتفرج فيه. أوكي، نبدأ بسم الله. أول شيء، وش هو النفط؟ طبعا كلنا تعلمنا في المدرسة أن النفط أنها حيوانات ونباتات كانت موجودة زمان، أغلبها كانت ترايلوبايتس وانعفطت وطغرت تحت الأرض، وبعد 200 مليون سنة وشيء احنا حفرنا وطلعناها منها لأنها فيها طاقة. أوكي، الطاقة اللي جوتها قاعدين نطلعها منها برا. عرفنا وش هو النفط؟ روح على ويكيبيديا واقرا وش هو النفط. تعريف اطلق من التعريف حقي هذا، بس ما يهمنا وش هو النفط، يهمنا الحين ان نطلع منه فلوس، وهل هو بيلزم لنا وهل هو بيدعمنا باقي السنين. اول شيء يجي في بالك لما تسمع كلمه نفط، بنزين. صح، بنزين، بنزين السيارة، لان اكثر شيء انت تجي كمواطن او شخص عايش على مستوى الارض اول شيء تسمعه لما يقول لك واحد نفط يروح بالك على كيروسين، بنزين ولا ديزل. اوكي، اول حاجه تجي على بالك. صح، طيب اول شيء يجي في بالك لما اقول لك بنزين ايش؟ اول شيء لما اقول لك بنزين تقول فلو امتي، روح عب بنزين، زي التانكي عندك على الفل وعندك على الام. فاول شيء يتباهى ذهن الواحد لما نقول النفط يقول انه يعتبر انه زي الخزان في الارض واحنا قاعدين ناخذ منه، وهو بينقص وبيجي يوم نحاول نطلع وبعدين بيطلع امتي، ما 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 عندنا نفط، ما عاد يصير عندنا نفط. وهذا التصور مع انه يعني كان تصوري انا زمان الا انه شبه طفولي جدا ولازم تتخلص منه. اوكي، اذا كنت تبغى الجواب البسيط انه متى بيخلص النفط في السعوديه بعد كم سنه، النفط ما عمره بيخلص من السعوديه. اي مبروك، لا النفط ما عمره بيخلص من السعوديه، لكن بيجي يوم من الايام اللي النفط يكون فيه غالي جدا ان نطلعه، او انه ما يقدر يسدد القيمه حقه الاستخراج حقه لقيمه الحفر. السبب الوحيد ان نستخدم النفط الحين في البواخر والسيارات والطيارات كلها هذه انه النفط او يعني الطاقه الوقود هذا اللي نقدر احنا نطلعه هو اقل طريقه تصرف فيها فلوس عشان تستخدم الطاقه. يعني الحين تقدر تروح تاخذ لك ذره، تجمع لك ذره كثيره وتطحنها اوكي وتطلع منها الزيت حقها وتشغل فيها، تسوي لك محرك خاص للسياره وتقدر تمشي فيها، لكن قيمتها بيكون جدا خرافيه العالي. يعني الحين برميل اذا كنا بنعتبرها 100 دولار على سبيل المثال حق النفط، اذا حطيت مكانه جيتريد اوكي يعني العلبه كذا قدها ب 5 ريال، عرفت؟ يعني برضو يعتبر ان الحين النفط مره رخيص. شيء لازم تعرفونه انه في ناس عندهم نفط اكثر منا. عندك فنزويلا على سبيل المثال عندهم نفط في الارض حقتهم اكثر من النفط السعودي. طيب ليش ما هم اللي قاعدين العالم يطلبونهم نفط وما ادري ايش وهم ماسكين اوبك والدول تترجاهم يبيعون لها ولا شيء؟ لان النفط في فنزويلا قيمه استخراجه من الارض حاجه خرافيه. بمعنى انه يجيك حجر صخر زي قد الغرفه اللي انا فيها، ماشي، في حفر ومليانه نفط، يجون لازم يطلعون الصخره هذه برا، بعدين يطحنونها، بعدين يبتشون عليها مويه، بعدين يطلعون منها النفط ويطلع فيها شوائب بعد. عندنا هنا في السعوديه السالفه يعني اسهل بشكل ما تتصورون، طبعا هي على قيمه التكلفه، كم بتكلف انك بتحفر وبتطلع وما ادري ايش. غير ذلك قبل لا نتكلم عن السعوديه، يروحون يحفرون يطلع لهم 10 او 20 او خلينا نقول 100 برميل. بعدين خلاص لازم يشيلون يعزلون العده حقتهم كلها ويروحون بير ثاني صغير ويروحون يحفرون يطلع لهم 6 ولا 7 براميل، حاجه جدا ما تسوى.
عرفت النقل والهذه كلها كلها تحسب في التكلفة حق اللي بعدين كيف تقدر تبيع للناس. السعودية عندنا شيء اسمه الغوار، وأكيد أنكم كلكم قد سمعتوا بالاسم هذا وتعرفون شو هذا الحقل، حاجة جدا خرافية وكبير، والضغط اللي فيه جدا عالي، يعني نادر ما نضطر أن نحط موية بحر عشان نطلع النفط اللي برا، مجرد ما أنك تحفر بف يطلع لك نفط، ونفط حاجة خرافية جدا، يعني مو بس أنه رخيص أن نحفر ونطلعه من الهذي، يعني عندنا الخليج نقدر نرسله بعد نحطه باخرة على طول مع السلامة يطلعونه، وما عندنا يعني المشاكل اللي عند فنزويلا أو عند بعض دول الجوار. النفط غير أنه جدا رخيص أن نستخرجه من الأرض، النفط السعودي يعتبر من أفضل أنواع النفط اللي موجودة في العالم. وطبعا أنا هذا سعودي فلا نسمع الكلام حقه لأنه هو من هنا، فتعتبر أن عندي بايس أو انحياز للدولة هذه، فخلنا نسمع كلام واحد من أذكى البشر اللي موجودين على وجه الأرض الحين، دكتور ميتشمي كاكو، هو string theory، هو اللي اخترع string theory، هو اللي قاعد يشتغل عليها الحين، كاتب على الجدار حقي خليني أوريك إياها. لحظة هذيك هذيك ثاني واحدة فوق شايفها. It turns out that we will always have oil. We will never run out of oil. Except oil will become more expensive as we go down the other side of Hubbard's Peak. We would have to discover a new Saudi Arabia every 5 to 10 years in order for this curve to simply go on forever. That's not going to happen. I don't care how many tar sands you're talking about in Canada, you're not going to create a new Saudi Arabia which produces very clean, very cheap oil. Oil that is prized by the oil companies because it is relatively less polluting and has tremendous amounts of profits associated with it. So we do know that oil prices will fluctuate because of politics, but on average, it'll start to rise because we will be hitting Hubbard's Peak. شكراً دكتور ميتشمي كاكو. اللينك حق الفيديو تقدر تحصله في description تحت كامل. Solar Revolution for Dr. ميتشمي كاكو. تقدر تتفرج فيه لو تبغى. الخلاصة حقت الجزء الأول والأكبر من هذا الفيديو أن النفط في السعودية عمره ما راح يخلص. الكلام بالضبط بيصير نفس اللي صار في الفحم. الكلام أنه اقتصاديا لما ما يكون، وهذا أهم شيء، لما ما يكون تسوى أنك تطلع تسوي الشغلات هذه كلها عشان تستفيد من الطاقة هذه، وما يكون عندك بدائل ثانية، فإذا جات البدائل الثانية عاد النفط بيروح فيها زي ما راح فيها الفحم. باقي الناس بيستخدمونه لكن مو بالكثرة أو بالفعالية اللي كان فيها من أول. الاقتصاد في السعودية بعد النفط. طيب، من حسن حظي وحظك سيد المشاهد وسيدتي إن في ناس أذكى مني ومنك شغالين في الحكومة الحين، والدليل على ما هو بشغالين من الحين، شغالين من أكثر من 40 سنة، والدليل المدينة الجميلة اللي أنا ساكن فيها اسمها مدينة الجبال الصناعية، اللي معتبرينها المحللين في العالم أنها من أذكى الاستثمارات في القرن حقنا. اوكي، عندك شركات هنا يا رجل بالهبل تصنع الاساسيات حق الصناعات الثانيه. الحياه ما هي كلها بس على من اللي يسوي الجوال او من اللي يصنع السياره الفلانيه، القطع نفسها حقت السياره وين تتصنع، المواد نفسها مو وين تجي. ماشي، المره الثانيه اللي تروح فيها مستشفى الله يديم عليكم العافيه، شوف الانبوب هذا حق الاي في اللي في يدك المغذي، البوليمر نفسه اغلبها اللي في العالم مصنع عندنا هنا، ومصانع البوليمر اللي حقت سابك حقت البلاستيكات والهذي. عندك الهند واقفين عليه، نص الزراعه حقتهم ياخذون الاسمده من عندنا، اكرمكم الله، الاسمده والبتروكيماويات ياخذونها من عندنا هنا، احنا ناكلهم. عندك شركات كبيره في العالم زي اودي على سبيل المثال، السيارات حقتها الحدايد واللدائن حقتها كلها جايه من مصنع حديد ومصانع سابك اللي موجوده هنا، وفي مصانع غيرها عاد صنع بايبات وكذا، بس مو بهذا الاساس حق الاقتصاد السعودي. طبعا الاساس حق الاقتصاد السعودي حاليا النفط، وهذا الشيء صحيح وما ما 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 يتجادلون عليه اثنين، وهذا كلام سليم، لكن التخفيف من الاعتماد على البترول جاب نتائج جدا جميله.
طبعا بدأنا احنا اول شيء بتغليف التمر والارسال حقه وبالكتب العلميه، لكن هذا ما كفى لنا شيء. فبدأنا الحين في الصناعات. طبعا لما نقول بدأنا من اكثر من 40 سنه في الصناعات، وعندك الحين الجبال الصناعي، عندك راس الخير، عندك مدن كثيره حول المملكه غير ينبع، يعني من هذا القدام جديده بيسوونها والاستثمارات موجوده، بعطيك لينك عليها تحت اللي هي ممكن انه تساعد السعوديه ان يكون الاقتصاد حقها غير عندك سوق الاسهم السعودي. طبعا فلكشويت، هو يطلع وينزل وما ادري ايش، لكن يعتبر من اقوى اسواق الاسهم الموجوده في العالم، والدليل الكبسه اللي عام 2008 مسواه عشان الاقتصاد الامريكي طاح. شوف الاقتصاد حق العالم كله نزل، لكن من اقوى الاقتصادات اللي قدرت تتحمل الاقتصاد السعودي، وهذا برضو اثنين ما يقدرون يختلفون عليه. المقطع حق الفيوجن شكلي بخليه في فيديو الحالة، لانه المقطع طال وانا ما ابغى والله يطول اكثر من 10 دقائق، شكله يمكن الحين اقدر اقصر ال 11 دقيقه او شيء زي كذا، فبخليه لمقطع ثاني. شكرا جدا على مشاهدتك الفيديو الاخر هنا. اذا كنت تبغى تتفرج في المقطع القديم حقي اللي هو السعوديه ضد ايران تحليل عسكري من جنبها بس رؤوس اقلام بس، او الفيديو حق الفيوجن اللي هو يعتبر البترول حق الفحم للفحم حق البترول، بمعنى انه شفت الفحم كيف تدمر عشان البترول طلع، الفيوجن لما يطلع بتدمر البترول، وبشرح لكم بحاجات بسيطه. اذا كنت تبغى تتفرج فيه حياكم الله، شكرا جزيلا على مشاهدتك الفيديو. بقول لك يعني حاجه بسيطه بس، انا جدا فقير من السبسكرايبرز، اوكي ما عندي سبسكرايبر، روح ادخل القناه عندي بتشوف قليلين جدا اللي مسوين لي سبسكرايب. انا معتمد اعتماد كامل بعد الله سبحانه وتعالى عليك انت، انك عليك. يلا يا عبد الله الدوسري خربت اللهجه حقتي. انا معتمد عليكم وعليك وعليكي انكم تحطونه في تويتر ولا فيسبوك، انشروا المقطع هذا، تفرجت فيه حطه بالواتساب يا اخي نقل، وخلي الناس يشوفون يستفيدون يعرفون عن البلد حقهم. شكرا جزيلا، محدثكم عمر الغامدي، اراكم في فيديو لاحق، سلام.